روز رايز فانتوم 2016 بسعر 1.5 مليون. اليوم راح نعرف ليش السيارة هذه بسعر 1.5 مليون. طبعا هذه السيارة من سنين تعتبر مركبة الأغنياء، غير عن الريث واللي هو الجوست. السيارة هذه تعتبر مركبة الفخامة للأثرياء. السيارة هذه مو بزي أي سيارة، من حملة ومن عرض الكفر ومن انسيابيته ومن شكله وثقله، هذه حاجة ثانية من فئة الروز رايز. طبعا الكفر مو بأي كفر، الكفر ثقيل ثقيل جدا، كفر مخصص للروز رايز، هذا عشان يساعد على ليونة السير للمركبة. السيارة وزنه أكثر من 3 طن. فئة الفانتوم تعتبر فئة للي هم كبارين بسن، للي هم يشبعوا يعني من قروش ما شاء الله، يبي شيء له ولزمه. سبيريت الكسسي تقدر تخصص هذه، تقدر تخليه لونه احمر اخضر اصفر ازرق، تبي الماس، هذه سعر السياح سعرها 80,000. الحين راح نمشي حبه حبه ونشوف ليش سعره يوصل الملايين من فئه الفانتوم. الروز رايز معروفه من السنين انه مركبه الأمرة، من الداخلي، من التصميم الكلاسيكي، من عمر السنين وهم معروفين بالفخامة. ما شاء الله ما شاء الله، أبيض بأحمر، يعني السيارة بصراحة لو تحط له أخضر طلعت فخم، وحتى ناظر شلون المعت من اللي هو الإنارة حقتهم. ما شاء الله ما شاء الله، السيارة تدخل بها عكس، ليش؟ أريح لك للدخول وأريح لك للطلوع. بسم الله ما شاء الله، بصراحة ما تعودت أنا فأحتاج قليلا من المساحة. بسم الله، تدخل عكس العالم. بصراحة أول مرة أركب أنا فانتوم، يعني ركبت اللي هي أنواع الثانية من الروز رايز إلا الفانتوم، لأن الفانتوم كلاسيكي كلاسيكي جدا، يعني ما تقول والله يمكن به لمسات ولا، كلاسيكي حطين لك لمسة من السيراميك مع الساعة التقليدية. وهذه طبعا رغم انه 2016 لكن مع العدادات القديمة. بسم الله، نسكر الباب. قبل نسكر الباب لان احبنا بصراحة الحركة ذي، نتعرف على الداخلي. بصراحة مساحة كبيرة كبيرة جدا، وزرارة عادية وقليلة جدا، لان هذه زي نوه الكبارين بس، يعني في شباب ياخذونه بس انه خصصوا هالفئة هذه بما انه قليلة بالاعدادات وقليلة بالانظمة والخرابيط دي. فمثل ما قلت أنا حطوا هذه عشان للي شبع من الله يرزقنا إن شاء الله من قروش. عندك مظلتين، مظلة هنا، آسف هذه من مظلة، حسب مظلتين، هذه عشان للي بتتن وراء، أدعنا الله وإياكم، حتى بتصميم روز رايز شيء فاخر. هذه أنا شايفة بمطبخ، والله العظيم يا جماعة شايفة ذي بمطبخ. ما شاء الله ما شاء الله، خلنا نسكر الباب. وح وراء وشذو حمج، طبعا في كراسي وراء مع اللي هو قزازة عشان تتزين شعرك، ومع تصميم اللي هو ما ادري وش يعني ديكور، يعني انه فخم مع اللمبة. طبعا تصميم الفانتوم جاي على تصميم اليخت، طبعا الاثرياء ما شاء الله راعين يخوت وراعين يحب يكشت بالبحر، هذول حقينا اليخت. حتى لو تشوف التصميم جاي مايل كأنه تصميم يخت. ما شاء الله ما شاء الله، وبسم الله نشغل. لازم تدعج المفتاح بعدين بريك، وبسم الله نطلق 12 سلندر. ما شاء الله ما شاء الله، طبعا لازم بحركتهم اللي هو العدال الانمبير يكون عكس. ما شاء الله ما شاء الله يا الروز رويس. هنا عندك بهالطاولة هذه، انا ودي بس عندك هنا اللي هو التحكم بقى الكرسي، وبي ايضا باللي هو النجوم، تقدر تسكره وتفتحه. بسم الله، هذه الحين طافيه، شغلنا النجوم، احس اني بالليل، احس اني بسمع. ما شاء الله، مع قروش احس باللي انا بي. ما شاء الله، عندك ميموري سيت. نجي هنا، ها هذه خزنه مع يو اس بي. ما شاء الله ما شاء الله، هنا طبعا في هنا اللي تحكم بالشاشه طلع وتنزله، مع فتحات تكييف، مع الديكور الفاخر. طبعا هذا جلد ثيران مو بجلد بقر، لان جلد البقر يتمدد مع العمر.
ما شاء الله ما شاء الله. هنا هذه حقت نكشة السيراميك، وهنا اللي هي هنا ها، حتى شوف شلون تصميمه، ما ادري وش التصميم ده، لكنه موجوده مع اللي هو سبيريت اوف اكسي، ترفع وتنزله من هنا ها، كتصميم سيارة اللي هو كلاسيكية. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا روز رايز من أنظمة بي ام هذه للجوانب، لأن كب عرض السيارة عريض جدا، فتشوف اللي منك وتشوف اللي منك، بعيد بعيد جدا الكبوت ما شاء الله. فجيت تدخل مكان تشغل هذه وتشوف اللي جاي واللي طالع قبل لا تشوفه أنت، يعني الكبوت يوصل هم باتر توصل أنت تشوف اللي منه. ما شاء الله ما شاء الله. وهنا هذا الزر للخزنة اللي تحت، هذه لازالوا بحركتهم العدادات اللي هنا من التصميم القديم قديم جدا ما شاء الله. هذه الروز رايز اللي بمليون ونص، كأنه جاي على اليخت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا كل حق بيبانهم سدها تمسك منها من الفرشات، لا ننسى ان الفرشات نوع راقي جدا ما شاء الله، ولمسة الفانتوم ولا زال على نظامهم القديم مع بيبان شافت ما شاء الله ما شاء الله، بسعر مليون ونص. الكفرات ترى هنا عراض، وكل اكسسوار اقل اكسسوار بروز رايز من 2000 وطالع، والروز رايز ما لهم حد بالتفاصيل. يا رجال ترى مي بزينة، شوف فتحة البنزين من هو ما شاء الله ما شاء الله. هذه كانت تغطيتنا بالروز رايز فانتوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.